خير يا دكتور. ليه القلق ده؟ العملية سليمة الحمد لله، هو هيخرج على العناية. مفيش زيارة قبل 3 أو 4 أيام، مفيش داعي خالص لوجودكم هنا دلوقتي. تقدروا تتفضلوا. يعني ايه نتفضل؟ أنا لازم أخش أطمن عليه دلوقتي حالا. طلعوها بره. طب اتفضلي أنت يا هاني، فعلا مفيش داعي لوجودنا. مقدرش. إيه يا مدام، يا مدام يا ريت تهدي، والحمد لله إننا اطمنا عليه. اتفضلي ساعة. اتفضلي وسعك معايا. ادهم، انا مش عايز افكرك بان المبلغ اللي انت خدته ده مش شويه، واي لعب مش هيكون في صالحك. لو صدقت معانا يا ادهم هتشوف ايام ما شفتهاش في احلامك. الشيء الملعون اللي اسمه الفلوس ده بيخلي الدنيا دايما تبقى عند طرف ايدك، تغرف منها وتاخد. ده مخ الضابط. بعد الحادثة حصل تلف في المنطقة دي، علشان يعيش كان لازم ننقله الجزء ده من حد تاني. لحسن حظه طبعا ان اللي جه معاه في الحادثة وتوفى كان جسمه بايظ خالص، بس كان لسه مخه سليم. سيادتك خدتي الجزء ده من مين؟ من اللي جه معاه في الحادثة. الليل دي الحقيقة يا دكتور، المريض اللي عملت له عملية فاق ومبهدل الدنيا. الليل دي وعامل جنب الحاصل حاسس لجنانك تتصنع. انت حاسس بايه؟ اهدى بس، حاسس بايه؟ انا حاسس بخرم في دماغي. مين ده يا دكتورة؟ انا اللمب. مش عارفة، انت واخد بنجي نام جمل. البنجي ما بيأثرت فيا. طبعا انت نقلتي له مخ متكيف جاهز. انا نقل حاجة لمين؟ ها؟ الشكل ده مش غريب عليا. كهربت المخ زي ده جدا. يعني ايه؟ هينور كمان؟ الله، ده انا حاسس ده كمان. اوعى. ده مش رياض باشا يا دكتوره. الحقيقه انا مش عارفه، انا اول مره تمر عليا حاله كده. انا اللمبه، انا اللمبه. طب ايه ده؟ هزعل دماغي هتبص كده حاجه. من قبل ما تبص. اسمعني. رياض باشا فين؟ من ساعه البوم في بعضه ما اعرفش، انا فاكره لقيت نفسي هنا. انت مش عارفني؟ انا اللمبه لما اخر حاجه اخليك تساعد معانا حاجه. اذا كنت كمان والله العظيم اقول لك، انا اخر حاجه عملتها معاك نظفت الكمنيهات. الكمنيهات، الكمنيهات يا عم. انت مش عارفني؟ ده انت جيت لي في وقتك. الله يخليك. اتفضلي يا دكتور، اتفضلي. طب شوف جوزك عايز حاجه ولا انا له كوبايه لمونو. هو حضرتك مش واخده بالك من العمليه اللي عملتيها ولا ايه يا دكتوره؟ والله العمليه نجحت، واظن انت شفت مامور السجن بتاعك وهو فايق وبيتكلم. اللي فايق السجين الهربان، مش المامور بتاعنا يا دكتوره. احنا مهمتنا انقاذ المريض، سجين بقى مامور سجن. الفروض مش عندنا، انا شخصيا ما درستهاش في الطب. الحكايه مش بالسهوله بتتكلم بيها دي يا دكتوره. انت عملتي جريمه هتوديكي في 60 داهيه. انت مجنون؟ مجنون. انت خدتي موافقه حد قبل العمليه؟ خدتي موافقه اهل الميت؟ خدتي موافقه اهل رياض باشا؟ والله انقاذ حياه الناس مفيش فيه استئذان. انت بتجربي في دماغ الناس يا دكتوره، ادي لوحدها نقابيا توقفك عن العمل. اخر المتاجره في الاعضاء محصلش. حليني على ما تثبتي العكس، تكون سمعتك بقت في الحضيض. وهو الدكتور يا دكتوره غير سمعه. للاسف يا دكتوره انت انتهيتي، ومن مصلحتك محدش يعرف حاجة عن اللي حصل ده، وانا من ناحيتي مش هجيب سيرة لحد عشان انا راجل جدع. وانت دكتورة برضو لك اسمك ومركزك وسمعتك ومش وش بهدلة. ولا انت وش بهدلة؟ الاسم لمبي عبدالله احمد، 24 قضية سرقة لعمه فقط. الحالة الاجتماعية أعزب ويقيم بشقة أحد أصدقائه بالسيدة زينب. يعني الواد ده مقطوع من شجرة وملوش متوى. فرصتك يا آدم. Thank you.
دماغ الجنة دي. ما تعرفش فيت يا ليه؟ انت مين اللي عمل انت؟ انت مين اللي انت؟ يا سبحان الله، فجأة كده شايفها طارت كده؟ انا اللي حاسس بس بضرب واحد تاني. مش عارف اتوب، مش عارف اتوب. ايه اللي حصل لك انت سهران؟ سعادتك يا رياض باشا. انا مش رياض، انا لمي. كنت مين؟ كنت. انما دلوقتي سعادتك رياض باشا بشحمه ولحمه. فندم يا عم، هو في حد نادى عليك ولا انت بتخوفنا بزورك؟ اما معروف انا لسه كنت قدام المرايه في المستشفى دلوقتي، قالوا دخول وفي عقلي. انا مين؟ انا مش ناقص بسيطك. لمي عندك حق يا ابني. أنا شخصياً مش عارف أوصل لك الحكاية دي إزاي. حكاية الموضوع يا ابني. الموضوع إيه؟ حموت ولا إيه؟ يا ريت يا ريت يا ريت تموت، تستريح بدري بدري وتريح كل اللي حواليك. الحكاية يا رياض باشا. أنا مش زفت رياض. يا ابني افهم، بعد الحادثة جسمك اتعجن وكان لازم يتعمل لك عملية نقل جسم. نقل جسم؟ نسمع نقل ده عليا، نقل خفيف، نقل كلية، انما نقل جسم ازاي؟ ده اللي حصل يا ابني، ده اللي حصل. ما لقيناش الا جسم رياض باشا قدامنا، اضطرينا نحطك جواه. طب هتيجوا تاخدوني امتى؟ نعم بلاش دي، مستغربها قوي دي. يعني اللي بتقوله ده صح؟ بلاش دي، افرض ان انا طاقت في دماغي وحبيت اصحانا، اقلع قدامه ازاي ده؟ ولا يهمك اقلع. اقلع ازاي؟ ده انا مكسوف له، هو اللي هيتعرى مش انا. يا سيدي مالكش دعوه. خلاص انت بقيت هو، هو بقيت انت، يعني انتوا الاثنين واحد. هو سعادتك الضابط اللي عمل العمليه؟ انت بتهزر؟ ده انت عامل كارثه. هي حاجه بسيطه؟ انت فاهم ايه؟ ده من يوم العملية والدنيا مقلوبة. مجلس الأمن مجتمع، الأمم المتحدة. مجلس الأمن؟ أمال إيه؟ والأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة. يعني إيه يعني خرج من المستشفى وهو في الحالة دي؟ إزاي؟ محدش شايفه؟ بتهرب ليه؟ بتجري ليه؟ ايه؟ مرعوب، مرعوب ليه؟ ليه؟ فكرت ضابط قاعد في العربية. ضابط وانت حرامي بتجري؟ يا نهار اسود من اولها. معلش وايه ده انك دي؟ ايه؟ معلش دقنك ليه؟ انت اللي مسلمني الجتة كده. جتة ايه؟ انت بتبص تحت الرقبة اكتر. مفيش يا سيدي. المهم لازم تفهم ان انت رياض باشا مدير السجن. حاضر، انا رياض باشا مدير السجن ومش بس صح؟ ايوه بس ماليش دعوه بيا انا. رياض باشا بس. ايوه رياض باشا، انا رياض باشا بس كده. وانت هتفضل واقف في السجن تقول يا رياض باشا بس؟ لا بس عشان افتكر. بس عشان افتكر. واذا حد سالني اقول له رياض باشا بس عشان الضابط الزغنطه ده هو اللي قال لي. اللي هو مين بقى؟ اللي هو انت الضابط الزغنطه. انا الضابط الزغنطه. على العموم اعمل اللي انت عاوز تعمله، المهم اطمن انا هبقى دايما في ظهرك. أتعب يعني ولا إيه ده؟ لا مش أتعب يعني، عشان أراقبك يعني، هتلاقيني وراك يا جنبك يعني. لا أتفلك في حتة جنبي وراي عشان ما ألف ألقاك ما أدخش أنا بقى،
من المخ. احنا هنلعب مساكه. يعني عاوز اقول لك اطمن، انا هبقى مراقبك عشان ما تغلطش، وانت رياض باشا مدير السجن. أنا فهمت؟ انا رياض باشا مدير السجن. المدير السجن معلش اركب اركب اركب.